واضح جدا ان صفقه راس الحكمه قدرت تحل كل مشاكل البلد فعلا زي ما سياده الرئيس قال بالظبط من ساعه ما تم الاعلان عن الصفقه واحنا مش ملاحقين على المكاسب اللي نازله ترف على دماغنا الجنيه اتعوم وكل الاسعار زادت والبنزين اتصب في المصلحه ليله الخميس اللي فات زي العاده وسمو الزعيم كل يوم والتاني عمال يهبر من فلوس الصفقه ويحط في صناديقه بس رغم كل المكاسب العظيمه دي احنا لسه برضه لحد دلوقتي مش عارفين صفقه راس الحكمه دي عباره عن ايه بالظبط هل هي بيع لارض البلد ولا استثمار ولا شراكه ولا حاجه رابعه من اختراع السيسي محدش فاهمها ويا ترى الصفقه دي فعلا هتغرق البلد في الخير والمليارات زي ما الساده المسؤولين بيأكلوا؟ ولا الحقيقه حاجه تانية خالص هيا بينا نشوف من حوالي شهر كده تقريبا معالي رئيس الوزراء حجم مصطفى مدبولي عمل حفله كبيره قوي في قاعه المؤتمرات بتاعه العاصمه الاداريه عشان يعلن بكل فخر وكبرياء عن صفقه راس الحكم اكبر صفقه اقتصاديه حصلت في تاريخ البشريه مدبولي بعد ما فضل شويه يكلمنا عن حلاوه وجمال الصفقه والمليارات المتلتله اللي هتجيلنا من وراها قام لنا كده بعيونه الجريئه وقال على فكره مصريين او تفتكروا اننا بعنا راس الحكمه للامارات زي ما اعداء الوطن بيقول لا خالص صحيح سياده الرئيس يعني راجل سمسار قد الدنيا وسمعته زي الزفت وباع قبل كده جزيرتين للسعوديه وكل يوم والتاني بيسلم اصول البلد تسليم اهالي لاسياده في الخليج بس ده مش معناه خالص انكم تشكوا فيه وتفتكروا انه باع راس الحكمه كمان لا سمح الله الموضوع المره دي ما فيهوش اي بيع نهائي الصفقه دي عقبال عباره عن شراكه بين مصر والامارات واللي بيمثل مصر في الشراكه دي هو هيئه المجتمعات العمرانيه بذات نفسها طب ايه هي بنود الشراكه ده معلم مدبولي بالصلاه على النبي يعني وهتم ازاي مدبولي قال لا ما فيها بقى دي أسرار البلد وما ينفعش نعلنها بالمفتشر كده لشوية مدنيين عرر زيكم لأن كده ممكن الصفقة تتنظر والمليارات بركتها تقل هم حاجتين بس اللي هقولهم وكده يبقى كتر خيري وعدان العيب وأزح الحاجة الاولانية أن الصفقة دي شراكة مش بيع لأن زي ما أنتوا عارفين أخلاق جناب المشير ما تسمحلوش خالص انه يبيع ارض البلد هو ممكن يبيع الجزر بس لكن الارض العاديه مستحيل الحاجه الثانيه بقى ان هيئه المجتمعات العمرانيه هي اللي داخله بنفر في الشراكه دي وبنفس الشروط اللي شاركت بيها في المشاريع اللي اتعملت قبل كده في مصر والدنيا طول السنين اللي فاتت فيا بقى ما حدش يسالني تاني عن الموضوع ده لان بصراحه ما اعرفش حاجه اكتر من اللي قلته كدب خيبه يعني لو مشينا ورا رئيس الوزراء لحد باب الدار وصدقنا ان الصفقه دي شراكه فعلا مش بيع زي العاده يبقى لازم نبص بصه الاول على الشركات اللي هيئه المجتمعات العمرانيه دخلت فيها قبل كده ونشوف كانت بتمشي ازاي عشان نعرف هو ده النظام اللي هيتم في راس الحكمه زي ما الحاج مدبولي بيقول ولا لا هيئه المجتمعات العمرانيه اتاسست في اخر السبعينات على ايد المهندس حسب الله كفراوي وزير الاسكان وقتها في الاول يعني كانت شغله الهيئه دي على المدفع انها تبني مدن سكنيه جديده الدوله كانت كل كام يوم تدي الهيئه حته ارض سقع في محافظه شكل وتقول لها عيشي حياتك ساعتها الهيئه كانت تاخد القصع على كتفها وتروح الارض دي وهاتك يا بنا. لحد ما وصل عدد المدن اللي الهيئه بنتها طول السنين اللي فاتت ل 44 مدينه في عين العدو، كان اخرهم فانكوش العاصمه الاداريه الجديده، وفي اخر كام سنه كده الهيئه ربنا فتح عليها من واسعه وبدات تكبر شغلها وتحسن دخلها، فبقت بتشتغل مطور عقاري كمان بعد الظهر، بتروح تبني شويه عمارات لحسابها وتشطبهم سوبر لوكس وتبيع وتكسب، زي ما حصل في مشاريع دار مصر وسكن مصر مش بس كده الهيئه كمان عقبال امالتكم بقت بتشغل مؤسسات كتير تحت ايدها زي بنك التعمير والاسكان وشركه هايد بارك مع بدايه الالفينات بدات هيئه المجتمعات العمرانيه تخش في كار الشراكات مع الاخوه رجال الاعمال اللي شغالين في العقارات طب الشراكات دي بقى كانت بتحصل ازاي بص يا سيدي الهيئه كانت بتقعد مع رجل الاعمال من دول وتقول خد حته الارض اللقطه دي ابنيها لحسابك وكل اللي مطلوب منك انك تدفع 10% من ثمنها مقدم والباقي بالتقسيط المريح على 10 سنين يلا ان شاء الله مع حد حوش النظام ده اشتغل فتره زي الولع واستفاد منه رجال اعمال شرفاء كتير قوي زي بس مهندس نجيب سويرس اللي متهرب من الضرايب والاستاذ هشام طلعت مصطفى قتال القتله والاخ محمد منصور اللي عليه قضايا فساد متلتله بس بعد فتره كده هيئه المجتمعات العمرانيه لقت ان الموضوع مش جايب همه فقررت انها تغير نظام الشراكه عشان تكسب اكتر بقت تقول لرجل الاعمال من دول خلاص يا عم من هنا ورايح مش هتدفع ولا مليم مقدم انت هتدينا جزء من الفلوس على هيئه اقساط عادي جدا الجزء الباقي بقى هناخد بيه شقق في المشروع الجميل اللي بتعمله ده نتصرف فيها بمعرفتنا نبيعها لحسابنا بقى ناجرها مفروش ان شاء الله حتى نهدها مالكش فيه يعني الهيئه بقى بتاخد حقها فلوس وشو طب ليه هيئه غيرت النظام كده كفل الشر قالت لك ما هو بصراحه بقى رجال الاعمال ولاد الذين دول كانوا بيضحكوا علينا ويستغفلون بييجوا ياخدوا مننا الارض بتراب الفلوس وعلى ما يبنوها ويشطبوها بيكون سعرها نط في السماء والشقه فيها بقى بالشيء الفلاني فاحنا قلنا نمد ايدينا في اليغمه دي بقى وناخد شويه شقق على قد ما اقسم عشان نستفيد بيهم لما سعرهم يعلى نظام الشراكه ابو فلوس وشقق ده فضل شغال شويه حلوين برضه لحد ما الهيئه جت في يوم كده وعملت عقد شراكه مع هشام طلعت مصطفى يقول للفساد قوم وانا اقعد مطرحك العقد المشبوه ده كان بيقول ان الهيئه هتتكرم وتتعطف وتدي الاخ هشام 8000 فدان عشان يبني عليهم مشروع مفتخر اسمه مدينتي وفي مقابل كده هتاخد منه ربع جنيه بحاله في المتر بس ما قالوش في العقد الربع جنيه ده هيبقى ورق ولا مخروم كد بخيبة يعني يعني الهيئه لو كانت قالت انها هتدي الارض لهشام طلعت صدقه مثلا او زكا عن عافيتها كان الموضوع هيبقى مبلوع شويه العقد كان مكتوب فيه كمان ان الهيئه تاخد حوالي 95% من ثمن الارض فلوس و5% بس شوية. ودي نسبه مخالفه للقانون واقل بكتير من النسب اللي كانت بتتحط في عقود الشراكه ايام طبعا العقد اللي بينقط فساد ده لما اتفضح الدنيا اتقلبت على الاخر ومدينتي بقت قضيه راي عام لفت كل محاكم البلد من اول محكمه الاسره لحد الجنايات بس الحمد لله في الاخر القضاء المصري النزيه قال كلمته واصدر بتاع 70 حكم نهائي ببطلان عقد مدينتي بس ما فيش ولا واحد فيهم اتنفذ لحد النهارده يعني تقريبا كده والله اعلم في ماده مستخبيه في الدستور محدش يعرفها بتمنع تنفيذ اي احكام تطلع ضد هشام طلعت مصطفى الراجل يعني ما شاء الله بيقتل ويسرق ويستولي على المال العام ويوئد بنات عادي جدا وفي الاخر بيطلع براءه من كل ده زي الشعر من العجين وهو وشه زي البدر منور من بعد القضايا السخنه ام دي هيئة المجتمعات العمرانية احترمت نفسها وقررت تبعد عن موضوع الشراكة ده وتغنيله وفضلت على كده فترة طويلة لحد ما رجعت له تاني بكل قوة في عهد سياده الرئيس الفنان عبد الفتاح السيسي وبقت بتاخد من المستثمرين فلوس وعقارات زي زمان من سنه 2015 لحد النهارده الهيئه دخلت مشاريع كتير جدا بالنظام ده مع شركات عقاريه مصريه زي اوراسكوم وبالم هيلز في كل المشاريع دي الشركه كانت بتاخد الارض وما بتدفعش مقدم بس بتسدد ثمنها شقق وفلوس على اقساط طب حلو قوي الكلام ده بس لما نيجي بقى نطبق نظام الشراكه ده على صفقه راس الحكمه زي ما رئيس الوزراء قال هنلاقي ان الموضوع مش راكب خالص وفي اختلافات كتير قوي، أولاً لأن مدبولي قال بعضمة لسانه إن الإمارات هتكرمش لنا في إيدينا 35 مليار دولار وقتي على الترابيزة، منهم 11 مليار وديعة، كان ولاد زايد رميينهم عندنا في البنك المركزي من سنين، عشان يفكوا زنق الدلدولهم السيسي، ودلوقتي قرروا إن هم يفكوها يدخلوها في الصفقة، معنى كده إن الإمارات هتدفع مقدم أهو، وده مش موجود في نظام الشراكة اللي الهيئة بتطبقه بقالها سنين. تاني حاجه بقى ان بنود العقد اللي تم الاعلان عنها ما جاش فيها ان الامارات هتدي الهيئه جزء من مباني ومنشات المشروع تتصرف فيهم ويبقوا ملكها زي ما بيحصل في كل عقود الشراكه اللي الهيئه بتعملها كل اللي اتقال ان الامارات هتدينا نسبه من الارباح كل سنه واحنا قاعدين زي الباشوات حاطين رجل على رجل بس ما اتقالش هو النسبه دي هيتخصم منها المليارات المتلتله اللي اتدفعت مقدم ولا لا لانها لو اتخصمت يعني يبقى كده بالصلاه على النبي هيفضل لنا من الارباح شاكب راكب بتاع 15 جنيه كل سنه اول عن اخر ولا حاجة. كل الكلام ده ملوش الا معنى واحد إن كلام رئيس الوزراء أونطة في أونطة إن شاء الله، والصفقة مش شراكة ولا حاجة، لأن مفيهاش أي شرط من شروط الشراكة، الموضوع وما فيه إن الرئيس باع راس الحكمة للإمارات وقبض فلوسها مقدم، بس إحنا نطلع نضحك على الناس ونقول شراكة عشان نزوق الحكاية شوية وما شكلنا وحش. المفاجاه بقى ان حتى شويه المليارات اللي السيسي قبضهم من الامارات وفرحان بيهم وداير يتكلم عنهم صبح وليل على اعتبار ان هم انجاز من انجازاته المليارات دي بقى نفسها مصر هتخسر على الحسوم مليارات تانية ما تتعدش يعني ايه الكلام ده الحاج مصطفى مدبولي لما كان واقف بكل شموخ في الحفل البهيج بتاع اعلان الصفقه فضل يحكي لنا كتير عن المليارات والمكاسب اللي هتدخل البلد من ورا ولما اخذ شراكه راس الحكم بس ما جابش سيره خالص عن الفلوس اللي مصر هتكعها عشان الصفقه دي تتم. مبدئيا كده الدولة البلاحية الشريفة ملزمة حسب العقد إنها تسلم منطقة رأس الحكمة للإمارات على المفتاح يعني من الآخر مصر هتعمل في المنطقة على حسابها بنية تحتية كاملة من أول الكهرباء والمية والغاز والصرف الصحي والاتصالات لحد الطرق والكباري ده غير القطر الكهربائي السريع قوي اللي رئيس الوزراء قال إن الدولة هتعمله بين العين السخنة ومطروح عشان ينقل السياح لمنطقة رأس الحكمة أهو القطر ده لوحده هيتكلف خمسة مليار دولار وعلى جنب كده يعني في شوية ملاليم كمان الدولة هترميهم لسكان رأس الحكمة عشان تطردهم من بيوتهم وتخلي المنطقة كل اللي بنقوله ده هيتكلف مليارات بالكوم الدولة الفترة الجاية هتدفعهم من جيبها اللي هو جيب المواطن طبعا واللي هيزود التكاليف اكتر ان يعني الدوله هتبتدي تشتغل في المنطقه من تحت الصفر بشويه لان راس الحكمه دي بعيد عنكم كانت طول عمرها منسيه وما بربع جنيه بنيه تحتيه الدوله كانت راميه سكانها على اخر ايدها وسايباهم سنين طويله يزرعوا على ميه المطر ما جاش بالها مره انها تعبرهم وتوصل لهم ماسوره ميه نظيفه ولا حتى سلك كهرباء عريان بس الحمد لله افتكرتهم اخيرا عشان تطردهم من ارضهم وتبيعها للامارات يعني احنا بعنا ارضنا وسيادتنا بالرخيص وكمان هنخسر مليارات كتير في البنيه التحتيه مليارات محدش جاب سيره عنها ولا اتكلم فيها طبعا لان الكلام كله لازم يكون عن المكاسب والخير اللي هنغرق فيه بس عشان نعشم الناس ونضحك عليهم ونحل البيعه في عيونهم الخساره مش بس في تكاليف البنيه التحتيه والقطر السريع والتعويضات واللازم منه ده في كمان خسائر اقتصاديه متوقعه خلال السنين الجايه لان الدوله البلحيه وهي بتسلم راس الحكمه للامارات نسيت انها بتعمل على بعد فركه كعب في العالمين مشروع عقاري وسياحي زي مشروع راس الحكمة بالظبط كأنه فولة وانقسمت نصين، يعني الدولة بإيديها خلقت منافس ليها في نفس المنطقة منافس يضر المشروع بتاعها ويخسروا ويسرق زباين لا بصراحه يعني علم وتخطيط اقتصادي بيضة على ميه بيضاء ما يخطرش على بال الاستاذ يوسف الحسيني بجلاله قدره كمان رئيس الوزراء اللي كان منشكح قوي وعمال يعد في مليارات البيعة ويد منها لسات الرئيس الهبرات اللي نفسه فيها نسي يقول لنا ان هيئه المجتمعات العمرانيه اللي المفروض انها على كلامه يعني صاحبه ارض راس الحكمه وشريك في الصفقه عليها اقساط ديون دولاريه متلتله لازم تسددهم خلال السنه دي. ما انه شويه مليارات استلفتهم من الصين عشان تعمل خازوق العاصمه الاداريه وشويه مليارات تانية استلفتهم برضه عشان تبني ابراج العالمين الجديد وده معناه ان الهيئه هتاخد جزء كبير من مقدم صفقه راس الحكمه باليمين وهتديه للديانه بالشمال يعني لا هتستثمره ولا هتعمل بيه مشاريع ولا حتى هتحطه في خزنه الدوله صحيح المعلومات عن صفقه راس الحكمه قليله جدا لان الدوله مكمره معظم التفاصيل ومخبياها في عبها عشان خايفه من الفضيحه والجرصه لو الحقيقه ظهرت بس حتى شويه المعلومات المتوفره دي لو مشينا وراها خطوتين هنكتشف اننا قصاد صفقه فاسده وخسرانه من كل النواحي من اول الفلوس والاقتصاد لحد الخساره اللي ما تتعوضش وهي خساره الارض والسياده والكرامه كل الحاجات دي يعني جناب المشير ما شاء الله قدر يخسرها لنا في لمح البصر في بيعه واحده بس ونشوفكم على خير ان شاء الله